يلا بينا. طيب انا تعبان، الماتش ده مش عارف ازاي بيبدأني قدام رونالدو، عايزين نشوف طبعا الاستامينا او البار بتاعي وعلى انا تعبت وكده، فماشي شوف هنعمل ايه بقى. مش هحاول انطلق كتير كده لان انا انطلقت كتير، دي مشكلة. انا مش هنطلق كتير. طبعا هديها له اروح على مكاني. يا ولد دي بصي حلو. طبعا مش واقفين نافاس، طبعا متوقع كده. مارسيلو يا ولد يا ماتويدي، اطلع يا ماتويدي، خش يا مكمل يا ماتويدي. انا هكون مكمل مع الحارس، مش هتضغط معايا خالص. طبعا هدف السرعة شوية مش هنجري كتير، ما ينفعش مساحة زي دي تتساب كده للعيبة دي. فين تقفيل المساحة دي يا جماعة؟ مش عايز، أنا عايز أعرف فين تقفيل المساحة دي، لأنه هاي بريشر يعني، مفيش هاي بريشر أعتقد. مش عاملين أداء الهاي بريشر ده، مفيش حاجة اسمها هاي بريشر عندنا. طيب بوزي ممكن يديني ثرو، انا معايا ثرو يا جماعه، انا معايا ثرو. اكسر، حلو حلو، عد 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 عد، كسر كسرت، عديت. بعد دي واحد يضغط اهو، كامل على مارسيلو، انا كامل على مارسيلو، اقعد كامل على مارسيلو. طبعا ثرو لعبت لهم مارسيلو، رونالدو، كاسيميرو، لدانيلو في نص الملعب، رونالدو تاني، رونالدو من على الوينج، رونالدو من على الوينج، ولكن اوريير بيقطع، بيحاول يبصي لي دي ماريا، بس انا صعبتها في مكان وحش. وادي تراكسلو، وادي تراكسلو مع ماتويدي، انا مع ماتويدي. ماشي بص تاني، حلو بصي بصي، حلوة دي حلوة دي، بص يا موتا يا موتا، حرام عليك. ممكن ناخد ضغط على الحارس ورفع اي حاجه ممكن تبقى لينا، ودياجو سيلفا بيكسب الهيدر. يلا قولينا يا جماعه، قولينا، كره لينا، كره لينا يا راجل، اديني السكور يا راجل. ودي هنا اول تسديده ليا، حلوه والله، جود رن وجود شوت، لكن صدها ابن عمي قوي. لايك وهاني الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.